السر مدفون بثبات. ما بين نارك والحطب طلع من البيت بدون سيدان. أنا دخلت هالبيت بدون سيدان وبطلع بدون سيدان. أبوي صح الكلام اللي قالته أمي، إن أولاد عمي ماتوا. أنا ما أعرف شيء. أهم شيء عندي إن هذه البنت ما تطلع من هذا البيت لأي سبب من الأسباب. اليوم بداية مشوارك الحقيقي خطة رجوعك للبلد. شايف عيون الجميع إحساس بالمذلة. أتمنى للحارة ترجع لأيام منصور والحسن. طبعا مثل ما أكد العم سعود إن الناس في الحارة راح يتعرفوا عليك، قصدي على التاجر الهندي. الناس هنا طيبين شجعان، بس عم راشد عرف كيف يخليهم يطيعوه طاعة عمياء. ما سهل انك تخلي الانسان كل تفكيره لقمة العيش وبس، كذاك بيتشغل عن امور كثيرة. الله يقير الناس اذا وصلوا لهذه الدرجة، تقدر تلعب فيهم مثل الحواليس. انت بعد يا محمد مهمتك ما سهلة، بتدور على اخت رقية وتتقصى اخبار المسمار وجماعته كلهم. اريد احاسب كل واحد كان موجود عند التركبة لما مات عبد الله وخبى امره عن الناس. اكيد كل واحد فيهم يعتبر شريك في القضيه، وعلشان نوصلهم لازم نسال عنهم زين.
اليوم اليوم احس حالتي اكثر لعم محمود، هو الحسن والنوخذ. ابوي قال انه يكون قريب منه وقت الحاجه، اكيد عرف انه وصلنا حارتكم ولازم يوصل قريب. ما كان في داعي تكلف نفسك انه اخذه، كان طرشت لي وجيتك بنفسي. اسمعني يا عبد الرحمن، انا حبيت اجيك وحدي علشان اسمع منك. الحين ديرتنا دخلوا فيها الغرب واستقروا وشاركونا العمل، وانت انسان مخلص، وانا تعمدت ان ما خليك تسافر مع السفينه اللي شال الفاغور من الهند. فايش رايك في اللي حصل؟ حق لا غيره، ونعم الرجال يا نوخذه، خاصه هذا اللي اسمه حميد، مخلص في عمله وقلبه على الحلال، ودائما ينصح ربعه ويرشدهم لفعل الخير ومساعدتنا يا نوخذه، وما يرضى بالسرقه، والدليل الموقف اللي استوى مع صاحبه. الحمد لله رب العالمين، ان الله يهدي من يشاء. طيب يا عبد الرحيم، اليوم عرس اختك سلمى على ود حسن، ونريدك تحضر. نحن ترانا ما عازمين ناس وايد، قليلي. ونعم ما اخترت يا نوخذه، ونعم ما اخترت. سلمى تستاهل كل خير، وولد حسن ريال طيب، بس عاد كان ودنا انك تسوي لنا زفه عوده عشان الناس كلها تفرح. والله عاد هاي طلب سلمى وود حسن، ونحن ما علينا الا النفع، وان شاء الله يكون عرس زين. ان شاء الله، الله يبارك فيك ان شاء الله ويعطيك الصحه والعافيه. إنه أبوي أنا خلصت، بس هالهوش هنا نخليها؟ لا تفزع على الهوش، الدنيا ما زالت بخير، أصحابنا وجيراننا هيقصروا شي بالهوش. خلي هناك أول، تقدري تركبيه؟ لا يا أبوي، تعال ساعدني. هات رجولك. أبوي انت متاكد ان الحين اخوي محمد وسعيد وصلوا حارتهم؟ لو كانوا واصلين كانت وصلني اخبارهم اول باول. وصاني مطرش على اخوش محمد لكنه خارج الحاره، وخلاف انا اعرف منهم كيف صاير عندهم الامور. واذا ذاك ابو مطرش انه ما وصل محمد، حنجلس نحرس؟ لا ما نجلس نحرس، حنسير انا وانتي وندخل الحاره، واحنا ما نعرف عنهم شيء، وإذا حصلناهم بالصدفة عاد نخلي البادرة تطلع منهم، يمكن نوبهم ما يدري جالسين يدرسوا خطة، ما يصير نضيع عليهم خططهم. ما كذاك إيه؟ كذاك يا أبوي. الله يوفق سعيد ويرجع يلاقي أخته ويسترد حلاله وينتقم من الناس اللي ظلموه. لا يا بنتي لا، الانتقام الله ولابه، والحساب هو أدرابه، والحق لازم يرجع لأصحابه، وعسى الله يقدرني وأنفذ وصية المرحوم الله يرحمه. إن شاء الله يا أبوي موفق. يلا تحركي تحركي، أكيد أخواني اشتوا محتاجين أكثر عن ما كان أول. هلا يا أبوي. اليوم أنا أروح أسقي المعلم، قايل لي إني أنا عن 10 رجال. لكن احنا حالنا شاقة، واظني ان الوقت انقضى 10. طيب انا اسير اسأل محيضري، ابو يعرف الوقت وهو ايه يا مجنونة جنيت بالحصان. غيب ودع عذرو الشريرة، غيب غيب، يكون عندك خبر. أنا أصيلة، إيه. Thank you.
هذا التاجر جالس يحرض الناس. المفروض انك يا حمد ما تدخلوا حارتنا ابدا. هدي اعصابك طال عمرك، هدي اعصابك. كيف اهدي اعصابي؟ كيف اهدي وهو جالس يوزع نص ارباح تجارته للناس؟ ايش هذا الكلام؟ ايش هالكلام؟ قل لي، المساله وراها سر. انا ما قابلت بعدني طال عمرك، بس هذا كلامه للحاره وياسر. بعدين انت المفروض ما تزعل نفسك، لان هذا الخير راح ينصب عليك. الخير ينصب علي انا؟ وضح اكثر يا حمد، احس لاول مره اني ما فاهم شيء، وانت ولا مره تكون افهم مني. انا اسف طال عمرك. بقى فيها اسف؟ الظاهر ان العمر له احكام، والظاهر اني بديت اخرف، وانتوا جالسين تاخذوني على قد عقلي. حاشاك طال عمرك، حاشاك. بس انت الظاهر جالس تفكر كثير في التاجر الغريب. انا اقول طال عمرك وجوده خير علينا، لانه بعده صغير، ويقولوا ان ابوه عنده ثروه كبيره وهو وارث هذه الثروه، وابوه موصلنا قبل لا يموت يوزع حال الفقاره في حارتنا. حفظناها سر غنى ابوه الفاغور، لكن احنا اصحاب التبسيل، وهذا الناس يشتغلوا معانا. لان طال عمرك حسب الروايه يقولوا ان ابوه كان فقير واشتغل مع الحماليه اللي ينزلوا الفاغور في الهند، وبدا يبيع ويشتري في الفاغور لحد ما صار تاجر كبير، وقبل لا يموت وصى ولده انه يوزع على الفقاره اللي في عرضه، وهو جالس ينفذ وصيه ابوه. هذه خرافات. انا ابغى اسمع كلام عقال. في كل الحالات طال عمرك انت مستفيد، لانه هو لما يوزع فلوس حال الناس بيسدد الديون اللي عليهم، وبكذاك بترجع لك جزء من الديون المتراكمه عليهم. فكره ما بطاله، لكن انا اريد اسيطر على الناس، ما اريد حد يسيطر عليهم غيري ابدا. بعد بتسيطر عليهم بس بطريقه ثانيه طال عمرك. احيانا ترجع لي الثقه فيك يا خبيث. المفروض المعرس يجلس شهر في البيت، ما يطلع برا يروح الشغل. هذاك عرسان الشباب، اما انا الشيب اللي ياخذيني بكثره مثل ما تشوف. وانا بعد انا ما صغيره، تاخرت عن الزواج بقدر قادي، ومكتوب اللي اطفر فيك. بالأول لازم أطمئن على شغل هوش، وخلي حمير يكون من المهمة مكانه. وانت وين ناوي تروح؟ في حد محتاج له روح له. لا يكون ناوي ترجع حارتكم. لكن يا سيف، هذا الناس يدوروا عليك، وإذا شافوك بيقتلوك. هذاك من فترة طويلة، الحين الناس في الحارة تتمنى رجعتي، وبعدين لازم أوقف مع سيف محنته. هذا الولد نادر، وبالإنسان عزيز علي، يعني في حسبة ولدي. وفي هذا الوقت؟ هي نعم في هذا الوقت، باكر أستاذة من أبوش، ولإكمال الخطة لازم أكون موجود. إنزين سيف، خذني معك، بغي أروح أشوف سعيد هو يسترد حقه. بصراحة من كثر ما كلمتني عن حارة الروضة شوقتني إني أشوفها. خذني معك عشان أشوف الحارة. أنت أصيلة يا سلمى، أصيلة. لأني ما أقدر أستغنى عنك. ولا أنا. ياسر تبعني. عمتي عذراء، والحين في هذا الوقت من الليل؟ بريك تحرك.
سيف، لو سمحت أريد أتكلم معك في موضوع. خير، أخيرا لأراتش ورضيتي. قايل ليش مصيرش تسمعي كلامي؟ لا وجالسة تنتظريني بعد. الحين الوقت متأخر من الليل، أخبرش؟ تعالي عندي الغرفة فوق. سيف، أنا بنت عمك وعبي اللي جالس تسويه. وبعدين أنا أريد أتكلم معك في موضوع العجوز أصيلة. نعم؟ الظاهر أنت ما عارفة من علشان تتكلمي معي في هذه المواضيع. المجنونة جات وخبرتش؟ لا، بس أنا شفتك وانت نفسها من على حصانك. حرام عليك، هذه عجوز قاصرة وفقيرة، ربك يحاسبك. هي تقرب لي الشيء؟ ربتني مثل أمي، وبغض النظر قلبك لازم يكون فيه رحمة. بديت تطاولي. ما لازم استسلم لهذه السهولة. احرق قلب راشد مثل ما حرق قلبي. ليه متى اظل جبان وخايف؟ يا الوقت عشان اثبت نفسي والناس باني حبيب اللي ما يخاف من حد. ما حد غير والده هذاك الجاير. احرق قلبه في والده هو وزوجته. حبيب ابوي تعال نام، تراك هالكاب طول اليوم من قتاق الغريب. ابوي هالتاق الغريب اسميه من يوم جاء بالخير عنده. خير يا محمد، حصلت القية؟ ده الشخص اللي بيحصل القية. من يا محمد؟ من؟ أبوي جواهر. وين شفتهم؟ طمنا عليهم، وش أخبارهم؟ حيلك حيلك، أنا ما شفتهم، بس شفت الحمار مربوط عدى الغافل لمد. عجب، هنا يروحوا، خلي ندور عليهم. لا لا ما نروح، خلي أبوي يتصرف الحالة. الحين تعال تعال اجلس خبرك ايش سويت في الخطة. قبل لا تخبرني، تذكر المجانين اللي شفناهم أمس؟ المجانين؟ عبود وحسون؟ هي نعم، لازم نجيبهم، أكيد ينفعونا. يا سعود، قف شوية غدي، قف. خير؟ إيش هناك؟ أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني لازم تصبح بقيت الشوم؟ أكيد وراك مشكلة جديدة. لا ولا شيء، بس أنا جايب لك بخصوص التاجر الغريب اللي تعرفه. وأنت إيش تريد؟ إيش تريد منه؟ خلوا الناس تترزق، وهذا الرجال جاي يدور على رزقه في أرض الله الواسعة. زين خلي يترزق، ما كل شيء، بس وصل لحالي. أي أنت إيش فاكر؟ هذا تاجر عود، يتاجر بالذهب والمجوهرات، وما أي واحد يوم يبغى يشوفه يقدر يشوفه. وصل هذا الكلام حال ولي أمرك. سعود أنا جاي وحدي، ما حد جاي معي. أرجوك يا سعود، أرجوك وصل لي حاله عشان إبليس في الجنة. سعود، أنت تعرف أنا إيش أقدر أسوي. اسمع، اللي قرب من هذا التاجر أهل الحارة يقطعوه شطفة شطفة، اللي أعطاهم إياه ما شوية ظلم قدامي. ها عمي، ايش رايك؟ ابو سلمى ايش تقول؟ ابوي انا مع زوجي، هنا ما يحط رجله انا معاه. هذا طبعا بعد اذنك، وانا معه في الخير والشر. مصيرك ترجع لحارتك واهلك وناسك، رغم انها بنتي الوحيده، لكني مبسوط اني اسمع منها هذا الكلام. وكيف شغلك؟ ان شاء الله تصرفت فيه.
الشغل يا عمي قايم فيه حميد وعبد الرحيم، وانا تفاهمت معهم على بعض الاشياء اللي يمكن يسويوها في غيابي. وان شاء الله يا عمي من تخلص المهمه عاد الموضوع راجع لسلمى وانت تعيش. هذا الكلام سابق لاوانه يا ولد حسد، وسلمى زوجتك، وقلوبنا معكم باذن الله. كل اللي نتمناه بس ان سعيد ياخذ حقه وترجع مكانتك وهيبتك في حارتك. ابوي يمكن ود حسن يحتاج مساعدتكم. وقتها كل اهل الدويره تحت امره. بارك الله فيك يا عمي وفي اهل الدويره كلهم. اسمحوا لنا عاد، انتم ما تعرفوا عربي واجد، احنا ما نعرف لغتكم. انت ها بعدك تهبش احسن عن ربيعك هذا. انتم سالتوني عن رقبه التبسيل، هذيك حال تاجر عود اسمه راشد المسمار، هذا عنده فلوس واجد يبسل ويبيع حال بلادكم عن طريق البحر. انتوا تغانيتوا وهو لايم خيرات الناس حفشه. شكرا شكرا شكرا. اها مو شكرا مو شكرا. اقول انا الحين بترخص عنكم وغداكم جاهز من عند حبيبي الناصر. يلا في مال. شفتك تتألم كثير وهو يتكلم عن التركبة. أتذكر كل شيء حصل هو يتحدث. مسكين عمي سعود ما أريده يعيش في هذا الوهم، إحنا لازم نخبره بالحقيقة. وشفتك بعد تعاين على شجرات صغار بين النخيل. صحيح، أبغاك تجيب لي مجموعة من هذاك الشجر، فيه سر وعلاج لأمراض عديدة. ولا يهمك، اللي تريده نجيب لك إياه. ولا تنسى لا تنسى إن إحنا اتفقنا عليك بالصبر، ويمكن تصنيعك للدواء يلهيك عن اللي تحسبه بنفسك من استعجال. هيه. أنا لو الود ودي أروح أركض وأسأل الناس عن أختي وأقول بعلى صوتي أنا سعيد بن منصور. ما جاء الوقت يا أبو عبد الله، أنت أصبر وخلي هذا المهمة علينا. ولا إحنا ما قد المسؤولية يعني. حاشاكم، لولاكم أنا منتهي. بارك الله فيك، إذا نخلي الأمور في ما هي. سيف يا سيف، عدرا يا عدرا، نجوى نجوى. ايش فيك راشد؟ نادي لي يا ولادي، ابغاهم في موضوع. فهمت يا حميد؟ اعتمد يا ولد حسن، وان شاء الله انت تعتمد على رجال. انا عارف هذا الشيء زين، بس النوخذة كبر وتجارته كبيره، وعبد الرحيم محتاج حد يساعده. انا ان شاء الله بكون مخلص لهذا الانسان، وعسى ربي يوفقني ويغفر ذنوبي من اللي سويته في الناس. يعني فهمت الشغل، بس ربعك ما وصيك عليهما؟ أنا كل يوم أجلس معاهم وأشوفهم كيف أنهم حابين العمل الشريف. بارك الله فيك يا حميد. ولد حسن. عبد الرحيم. السلام عليكم. ما شاء الله، أنت هنا وأنا أدور عليك. خير خير إن شاء الله، لكن قالوا لي أنك أنت مسافر اليوم، عاد ما يستوي أنه يسافر وأنا ما مودع عنه. معقولة أسافر بدون لا أسلم عليك يا عبد الرحيم؟ الله يبارك فيك إن شاء الله. هو عبد الرحيم أبوي على الأقل. السلام عليكم. عليكم السلام يا حميد. أبوي سامحنا سامحنا، بس فراق هذا الإنسان الطيب يعز علينا. في يوم من الأيام أحتاج لكم كلكم تجون الروضة. إحنا حاضرين حاضرين نلبي دعوتك لو إن شاء الله في قمة يبل. ها 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 ها، قمة الجبال هذه خلوها حالنا إحنا. قلوبنا معك يا ولد حسن، والرجال كلهم بعد معك. موفق موفق يا الطيب، الله يبارك فيك. ايه هذه احلام، ومن متى انت تؤمن وتصدق بالاحلام؟ اقول لك يا حومه، هذه اول مره احلم حلم مخيف لهذه الدرجه. باغني ادب لك اهل الحاره كلهم. مستعد، تراهم يخافوني ويهابوني. راجع نفسك يا ابوي، يمكن مزعل حد منك. ابوي يزعل اللي يريده وهذا ما يخصش. انتوا يا اولادي اغلى شيء في حياتي، وانا في الحقيقه خايف عليكم. خايف؟ ومن ايش خايف؟ هيبتك واموالك ما حد وما يعرفها، وانت واولادك الكل يحسب لكم الف حساب. عاد ما حلم هذا اللي خلاك تهدي لهذه الدرجه؟ حسيت اني كبرت وكل شيء قدامي بدا يتغير، الا انت يا عدرا.
آمرني يا أبوي وأنا تحت أمرك. أبغاكم تكونوا حذرين يا أولادي. إيه صايرة عنكم، أنا فوق عندي شغل، ما أجلس أسمع ذا الهذيان. الله. أصيلة، كيف حالك يا أصيلة؟ ما بخير. المعلم من يوم خرج وبعده ما رجع، كل مرة أخلي له الأكل يوكل الناس نعنير. من هذه؟ هذه أصيلة تركة المعلم، وخلى عمش منصور بنت رقية حيتها. انتو تعرفوها رقية؟ رقية خذلها الكلاب وقتلتها. اي كلاب يا ابوي؟ صحيح هذا الكلام؟ كلاب عضروب وشمر تعرفوها؟ مربية كلاب واجد يوكلن الأوادم، وخاصة البنات الصغيرات بو كماش. ما تخرجي بنتي ما تخرجي، جلسي معي جلسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحرمة هالمرة جنت. تعالي جلسي معي، أنا ما عندي ولاد. تعالي جلسي كني تنجو. أجلس يا أبوي. أنت ما فزعانة؟ لا باين عليها طيبة، يمكن أقدر أطلع منها بكلمة تدلنا على رقية. عبا نروح أطلق رجولي شوية وأرجع لش. ما راح تشوف محمد وسعيد يا أبوي؟ بصير أرباهم واطمن عليهم بنفسي، وخلاف واطمنش عليهم. أقول تاجر شنهاز، ما عندك ملابس غاية تعطينا؟ أنا وعبود نلبسها ونروح السوق. إنزين إنزين، أولاً تريد قراءة كف؟ آه، ده تعرف تقرأ كف؟ سوى قراءة الكف. شوف، أنا أقرأ الكف مال أنت، لكن أنا أقول سؤال وأنت في جواب. سوى برانو، أنت سأل وأنا وحثوت بنجاوب. سوى زمان أول رجال شايب ما في يشوف اسم منصور، تعرفوه؟ نعرفه ونحبه ونعرف أولاده. سأل بعدك سأل. أنا أول مرة أشوف أبوي مفزوع وخايف. غريبة، عمي اللي عمره ما خاف من شيء يفزع من حلم. بس ايش كنت تقصدي ان امش ما كان هم من هالموضوع؟ امي حتى ما كانت مهتمة بكلام الوالد، وتقول عنا تخاريف واحلام. ان شاء الله يكون خير يا نجوى، ان شاء الله خير. عاد ما اخبرش لما شفت اخوش سيف وهو يرمي بامي اصيلة في الفلق، والله قطعت قلبي. سيف ما حد قادر يوقفه، ابو من خوفه عليه حتى ما يسأله وين رحت ايش سويت، وامي تحرضه وتشجعه. اذا كلمي انت يا نجوى كلميه، يمكن يسمع منش. انا كلمته وضربني. مثل هذا ما يفيد معه الكلام. المهم انا استاذنت ابوي نروح نزور خاله اصيله ونسلم عليها. صحيح، وايش قال لش؟ وافق طبعا، ابوي يحبني وما يرد اللي طلب. مساك الله بالخير عمتي. مسك بالنور. قدرت توصل حل شيء؟ كل شيء تم يا عمتي. يعني
النظر عندش طال عمرش. أنا رجال فقير وطول عمري أشتغل عندكم من دون مقابل غير اللهم الشرب والأكل. ناس طماعة. خذ. هالحين أقولش على أي شيء تريدي يا عمتي. واد حسن الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. تأخرت سعود. كيف الأمور معك ومع سعيد؟ سعيد مين سعيد؟ التاجر اللي خبرتك عنه. وصل الحارة؟ صلى شيء؟ قصدك التاجر الهندي؟ اي نعم هو يا سعود. ايش السالفة؟ بحكي لك بعدين يا سعود. المهم أنا هذه المرة راجع الحارة يا سعود. معقولة؟ معقولة الكلام اللي سمعت منك يا واد حسن؟ اي نعم بدخل الحارة أنا وزوجتي، بخليها مع الجيران وبجي معك. اتسوقت يا واد حسن. هذه الساعة المباركة وين هي الحين؟ صدق يا واد حسن أبغى أطلق رصاص بهذا الخبر. اصبر شوي يا سعود، أنا ما أبي حد يعرف عني شيء، يعني أدخل الحارة وأنا ملثم ولين يجي الوقت المناسب. تبشر يا أخوي يا سيف تبشر. أريد أسألك كم وصلت ثروتنا؟ سكت سكت لا حد يسمعك وخاصة زوجش. ليش جنيتي وليش؟ ما رديت علي. أنت مالك يا حرمة؟ مالك؟ خايفة أن يأكل حقك وليش؟ طمني حقك هو حقي، لا تخافي ما راح أكله. اللي جنيته طول هذه السنين وما أمسكهن ولا عدهن بيديني فإيش فايدتهن؟ يوه انت ايش فيك يا حرمه؟ الظاهر ان فيك شيء اليوم ما عادي. انا احسن شيء اني اروح وارجع لك وقت ثاني. حمد حمد سيف يا سيف. ايش فيش يا حرمه؟ ايش فيش؟ ليش صرخي؟ مين كان معك؟ ما احد، كنت صارخ وحدي. ايش الحكايه يا عذره؟ اخوش حمد ايش جاي يسوي في هذا الوقت؟ ما اعرف ساله. وبعدين هذا اخوي، متى انا اريده اطلبه وما حد له دخل بيني وبينه حتى لو صرخت عليه. اصبحت غريب بيني وبين اخوش يا عذره، بطل لي طول عمري اشترك دي وغل المصالح. سيف سيف خلينا مسكين. ايش صحي تو بعد صباح الصبح؟ خليه يخفي شويه. روش عم سعود. عمي مرحبا بالغالي ولدي الغالي. معقولة؟ معقولة انت سعيد وانت مسرور؟ انا ما مصدق نفسي. كيف حالك يا ولدي؟ خليني اشبع من شوفتك. انا اللي مسمي لك شن هذا التاجر الغريب. سامحني يا ولدي سامحني. بسك يا سعود، خلي الولد يشوف حاله. ايش رايك؟ كنت اتوقع هذه المفاجأة. بسك بسك يا عم سعود دموع. بسك خليك عاد معنا. انتوا ما تعرفوا عزة منصور في الهدى عندي. انا اليوم الدنيا ما واسعتني من الفرحة. احس عمري اني رجعت 30 سنة ورا ايام واد حسن ومنصور. أنا ما مصدق نفسي. لا تلوموني إذا بكيت أو جنيت. محشوم يا أخوي يا سعود محشوم. تعال استريح. خلونا ندرس الواقع. طبعا أنا ما أريد أحد يعرف إن أنا موجود في الحارة. ليش يا عمي سيف؟ أنت خايف عن حد يشوفك؟ لا، بس لو راشد حس إن أنا موجود
بيلخبط كل اللي خطط له. على فكرة عم حمود أبو محمد موجود في الحارة. حمود الشاوي؟ اسمح لي يا ولدي اسمح لي. احنا شواوي يا عمي وانا فخور. انت تعرف ابوي؟ وابوك من ما يعرفه في حارتنا. اتلاقيوك اليوم مكان ويمكن ما قد تشوفه ابدا. واختي جايه معه. وسلمى زوجتي بعد موجوده في الحاره. اذا اروح اشوف ابوي اخليهم يتفقوا يشوفوا بعض. حصلت اختك رقيه يا سعيد؟ ايش هذا الكلام يا ولد حسن؟ انت ما تعرف ان رقيه موجوده في بيت عمها؟ ايش هذا؟ رقية موجودة بيت عمي؟ أنا أعرف بس نحاول ندور على طريقة رقية تتعرف على سعيد بدون لا تصوت صوتها. أرجوك يا عمي أنا أريد أشوف رقية الحين. لا تستعجل يا ولدي عليك بالوقت خير. استغفر الله العظيم يا حميد. كيف الشغل؟ الحمد لله كل شيء تمام. لا حميد خير خلف لخير سلف. قصدك ود حسن يعني؟ الله يذكره بالخير ان شاء الله. اللي ما ياكم الطارش عنه ما عندكم اخباره؟ على العموم احنا بعد ايام بنجمع الرجال وبنسير. اكيد بيحتاج لنا ود حسن. المرسال عندي طال عمرك. ويوم غايته ود حسن وحده بيبلغني. خير ان شاء الله. يلا موفقين. حياك الله ينخذك. دعت الله ينخذك. رخصتكم. حياك الله. حياك أحسنت. يلا يا جماعة يلا الهمة همة. حرقوا. خذي خالتي هذا الدواء. زين للنحبة. أحسنتي يا الغالية. شفتي أبوش المعلم؟ أنتي الحين مرتاحة ولا تهتمي؟ المعلم الله يرحمه. تراني أزعل منش. بابا دواء بابا. خلاص خلاص ولا يهمش. المعلم يرجع قريب إن شاء الله. يلا حمج واجد 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 واجد. مشكورة خالتي مشكورة. سيري فتحي الباب. أكيد المعلم جاي. المعلم